السلام عليكم، معكم سكينة العزيري، أخصائية نفسية. في هذه الفترة اللي كنعيشوها كاملين، بزاف ديال الآباء والأمهات كيتسائلوا على كيفية التعامل مع الأطفال ديالهم، كيفاش يساعدوهم في الدراسة ديالهم، وكذلك كيفاش يناقشوا معاهم الموضوع ديال الحجر الصحي بلا ما يوترهم أو لا يخوفوهم. اليوم غادي نحاول أن نعطيكم بعض النصائح وبعض الأفكار اللي تطبقوها مع الأطفال ديالكم، سواء داخل الفترة ديال الحجر الصحي أو لا من بعد الفترة ديال الحجر الصحي. اول حاجه نهضروا عليها هي انه الاطفال كيتاثروا بشكل مباشر بالاباء والامهات ديالهم، لذلك نحاول كاب وكام انني نسيطر على العصبيه ديالي، على الخوف ديالي وعلى الغضب ديالي، سواء في التعامل ديالي مع الاطفال ديالي او في التصرفات اللي ممكن انني نقوم بها. ثاني حاجه نهضروا عليها هي انه الاطفال في هذه الفتره هذه كيقوموا بالدراسه عن بعد، لذلك غادي نبداو نلاحظوا كاباء وكامهات بعض النقص سواء في بعض المواد او لبعض الثغرات، سواء في الحفظ، في طريقه الحفظ، في طريقه انجاز التمارين. نحاول انني ما نحبطش الولد ديالي ملي نشوف هذا النقص هذا، نحاول انني ما نصغرش منه، نحاول انني نشجعه ونحفزه لانه كيقوم بشي حاجه اللي جديده عليه واللي يلاه كيحاول انه يتاقلم معها. نحاول نحط عند هذاك النقص او لهذيك الثغره اللي عند الولد ديالي كهدف اللي غنساعده انه يتجاوزه. ثالث حاجه نهضروا عليها هي انني نحاول انني نعاون الولد ديالي انه يكون عنده واحد البرنامج محدد. هذا البرنامج الاولويه ديالو بطبيعه الحال هي الدراسه، دراسة سواء مع الأساتذة ديالو أو لا تمارين والواجبات اللي مطلوب منه أنه يقوم بها. كذلك نحاول أن ندخل في هذا البرنامج هذا بعض تمارين رياضية وتمارين تنفس اللي يقوم بها الولد ديالي اللي غادي تساعده أنه يخرج ديك الطاقة السلبية وأنه يخفف من التوتر والخوف اللي ممكن أنه يحس به. كذلك نحاول أنني ندفعه أنه يدير بعض الأنشطة اللي ممتعة بالنسبة ليه واللي كيعجبو يديرها، سواء يدخل مطبخ، كاين بعض الاشخاص اللي كيعجبهم بغي كولاج، كاين بعض الاطفال اللي كيعجبهم الرسم، كاين بعض الاطفال اللي كيعجبهم القراءه او مشاهده التلفاز. نحاول انني ننوع عليه في هذه الانشطه هادو، كل نهار يدير نشاط معين. نحاول كذلك انني نحفزه انه يدير بعض الالعاب وبعض التمارين اللي كتحفز التركيز واللي كتساعد على انه التركيز يكون عالي عند الطفل ديالي. نحاول كذلك فاش نكون كنناقش مع الطفل ديالي هذا الحجر الصحي ما نخوفوش وما نخلعوش، نحاول انني نطمئنه وبانه بعيد عن الاذى وباننا كنحاولوا اننا نديروا كاع الامكانيات ديالنا باش نبعدوه على الاذى هذا. شكرا لكم وكنتمنى انني نكون فدتكم.